تستقبلوا الاعلاميه هاله ذوادي. هاله مرحبا بك. اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله لاباس. في قبل عسلامه وقبل مرحبا بك وقبل شنو احوالك وقبل شنو امورك. الشيك حاضر؟ شيك شنو؟ خلصوني. محتاجه الى المال؟ خلصوني. محتاجه للمال؟ استنى استنى، انا جايه هوني وقتي ثمين، مجهودي جبار، دونك نخلص، ما فهميش على جايب ليش. خلصوني. انت يزبك تخلصنا على شنو؟ لانك جاي باش تعمل دعايه لبرنامجك. وشكون قالك نحب نجيكم؟ انا هاك جيت، انتو معايا طولي وانت جيت في بالي باش تخلصوني. اموري واضحه. لا احنا في بالنا شيكي حاضر ولا مش حاضر؟ احنا في بالنا انت باش تخلصنا. ليه ليه ما فهميش عليش؟ دونك انا نطلب الشيك. شكون لو... قالك عيط لي؟ شكون قالك استدعاني؟ هاك وحدك هاك جيت. اخذي جيت في بالي اموري واضحه، معناها انا في بالي اموري في بالي اللي تعيطوا له تخلصوه. لا احنا اللي نعيطوا له هو اللي خلصنا. لا لا جميل لافي. فاش قا جاي باش تعمل دعايه باش يشوفوك اكثر؟ شكون قال لك ما نحبش؟ ما تحبش قعدت في الدار على الجاي؟ ما نحبش لاباس عليا. علاش ما قعدتش دعايه؟ علاش ما لابسه وماكياج؟ شنو لابسه حوايجي؟ اي وجايه واخده ماكياج ولابسه واخده تاكسي وجايه انا زاد ولابسه واخده تاكسي باش تخلص ضيوفك ولا ليه؟ ما دامك انت متحمسه للفكره. لا انا عندي حاجه في مخي، نخلص ما نخلصش. الله الله نخلص فقط. الدنيا اخذ وعطاء. لا لا يا صديقي نخلص. الدنيا اخذ وعطاء. خلصوني خلصوني. اش نقع حاضر الشيك بعد شويه؟ نورمالمون جابوا لك الماء والقهوه. الماء جبته من داري والقهوه ما نشربهاش. مبروك برنامجك الجديد. يا عايشك ربي يخليك. قبل ما نمشي للعنوان اللي يمكن باش ياخذ حيز من النقاش، نحب نفهم الكونسيبت شنو؟ تقطيع وتريش لما نتاع نساء، حلقه نتاع نساء بلغتنا دايجا نقولوا حلقه نتاع نساء. دونك حلقه نتاع نساء باش تحكيو في كل شيء؟ نحكيو في كل شيء. سياسه، فن، كل شيء كل شيء كل شيء. نحكيو بلغه التونسي اللي يعرفها. باهي هو سيشبه كلام نواعم في مصر؟ لا 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 سي با سا. انا قلت لك لما حلقه نتاع نساء. اي ما شفنا نحكيو بلغه التونسي اللي يعرفها في دارو. نحكيو بلغتنا كيما احنا نحكيو، كيما احنا نبداو نتفرجوا في تلفزه ساعات ونبداو. لا 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 شي الاضافه اللي قدمها هذا البرنامج للمتلقي؟ شوف روحه المتلقي باش يتفرج في روحه، باش يقول انا هذاك اللي في قلبي نخمم فيها كم قاعدين تقولوا فيه فقط. التشكيله اللي معاك قديش تمثل توانسه؟ برشا. جميله كاميرا، هيلا ذوادي، سلوى نعمان بسيس، ونجله. يمكن هذا جزء قليل. هذا بارتي من توانسه. من توانسه اللي اما هذا بارتي من توانسه اللي برشا توانسه قاعدين يشوفوا روايحهم فيهم. انا النسبة عندك تقريبا نتصور نسبة قليلة. شو معناها نسبة قليلة؟ معناتها نوعية التوانسة أكبر من أنهم يتحصروا في أربع أسماء. أنا ما قلتلكش محصورين، ما قلتلكش محصورين، ما قلتلكش هذوك يمثلوا توانسة الكل. أما يمثلوا بارتي من توانسة اليوم. قداش نسبتهم؟ ما نعرفش. لا لا ما عنديش نسبة. لو نقول لك أنا 20%. لا 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 ما عنديش حسابات. لو نقول لك أنا 20%. لا لا 20 ل 10 ل 30 ل 50 ل 100 ل 70 حتى. على أي أساس وقع الاختيار على هذه الأسماء؟ انا يعجبوني اللي اخترتهم يعجبوني. على كيفك انت؟ طبيعي على كيفي انا، على كيف شكون البرنامج نتاعي انا. الله هلا لازم اللي يكون فيه يكون على كيفي. الله هلا بيان سور. الله هلا علاش هلا هلا انت؟ هذه هي المنطق نتاع انا نجيب البرنامج نتاعي ونعمل اللي نحب واللي ما عجبوش يشرب ولا يطير قرنه. ما قلتش انها لغه ذي. هذه هي يا اخي، لو كان كملنا شويه في الحديثه باش توصل تقولها. لا 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 انت نجيب اللي يعجبني و اوكي قدامكم البحر. ربي سامحني انا جايبه ناس لداري بلوز او موا، نجيب الناس اللي نحب عليهم لداري. الناس اللي يقدموا الاضافه ومش بالضروري يحبوا تحب عليهم. الناس اللي نحب عليهم نجيبهم اللي يقدموا الاضافه، هذاك اللي تحب عليهم نجيبهم لدارك فعلا. بينما التلفزه انت ولينا في في العام. انا الاسباس اللي انا فيه داري. التلفزه راهي التلفزه ماهيش دارك. داري انا قلت انا بعد داري قدم مره. اي داري بالمفهوم اللي انا فيه. داري بالمفهوم المجازي لانه في داري كل شيء كل شيء. انا في داري اجي نقول لك انا في داري ونجيب اللي نحب ونجيب شكون نحب فقط ونستدعى اللي نحب. زيد وريب اعلامي هذا سميه اللي تحب سميه. وريب اعلامي بلطجه بلطجه اعلاميه. سميه اللي تحب تحب سميه خذ راحتك. جميله كاميرا. يمكن كذلك معناتها نحن من حتى حد ما يشك في قيمة جميلة اللي خدمت برشا مسرح وبالخص مسرح الشارع وفرقة القارب لمسرح الشارع. يمكن برشا ما يعرفوش ما جميلة خدمت برشا. أما كذلك فما برشا دعوات كانت إلى احتكار ذوي البشرات البيضاء
المشهد الإعلامي، فما كانت مطالبة أنه سمر يلزمهم يكونوا موجودين. فهل كان هذا من بين العناصر اللي أنت حابة؟ لا تطرف لعمري خممت في الحكاية جاء أنت لو خممت فيها لعمري نهار خممت في الحكاية دي صدقني ما فماش اليوم ما فماش ذوي أصحاب عاد البشرة عاد كان هكا استنى كان عاد هكا راني ست واحدة مدينة معانا وراني ست واحدة اندرامين من غاديكا معنا فهمت كان عيني بش النوع هذا الكل ايش عندك متنوع تكبر الحلقة اي تكبر وتبدأ تصلي عن بي اي بخطر الوحدة المدينة نجيب واحدة مدينة لازمة نجيب واحدة مدينة نجيب بنت شارع نجيب اي مول الانواع الكل اللي عنا في دروس نكمل نحطهم غادي ندقهم في البرنامج. علاش استبعدت المدينة موقف علما انه فما برشا من المكان حتى ما عنديش ما حسبتهاش هكا ما حسبتهاش بطريقه ذي. في كلامك قلت انا جايبه الناس اللي يمثلوا التوانسه. اللي ما قلتلكش اللي يمثلوا التوانسه، قلت لك اللي يمثلوا جزء من التوانسه. اي جزء يمثلوا التوانسه. يا اخي جزء مهم التوانسه متدينين ومحافظين. اي كبير برشا. قلت لك انا عملت حلقه فيها ثلاثه من الناس. ما نجمش نكونوا اكثر معنا فهمت؟ ما كبرتش الحلقه قلت لك انا راي المخالف. فما فيهم هذوكم الراي والراي المخالف ما تخافش برشا. برشا تبارك الله اليوم. سلوى نعمان بسيس. هي زوجة الإعلامي برهان بسيس لكن ما نقدموهاش هكا بقدر ما نقدموها أنا ما جبتش زوجة برهان بسيس جبت سلوى نعمان بسيس بسيس اللي هي إعلامية آخر همي زوجة برهان بسيس آخر همك؟ إيش تعنيني؟ علش آخر همي؟ إيش تعنيني معناها؟ ما هو بش نقرب للناس الصورة خدمة دائرة الضوء خدمة نشرة أخبار أنا جبت الإعلامية سلوى نعمان بسيس زوجة برهان بسيس في داره يحتكرها في داره معناه هذا الكل ما يعنينيش فاش يعني. يعنيني في الاخر فهمت انا تعنيني سلوى نعمان بسيس دونك سلوى نعمان سلوى نعمان بسيس سيتانتو سلوى نعمان بسيس اي كيمانا سيتانتو معناه فهمت انت هي ديزاين سيتانتو سلوى نعمان سلوى نعمان بسيس هذا اسمها سلوى نعمان بسيس حتى حلق راه يا وليدي ثبت مليح تبش نعلمك خدمتك زيد سيح في الميكرو انا نعيط اي تعيط وهذا دليل على التشنج نتاعك وعليه سيح قاعده تسالك انت احلى انت متشنجه خدمه دائره الضوء نشرت الاخبار بعد غياب 8 سنوات كان سهل اقناعها نقول لك كيف جيت حكيت سلوى بالحق معناها قابلت انت برهان دليل جمله دليل جمله حدا طرف انا وسلوى يا سيدي كان في اسمي كان في مخي كان في مخي في اسمي قلت كان في مخي حد اخر اللي هو اللي مانيش سميه كان في مخي حد اخر من نفس البروفيل لا سي ان بروفيل ديفيرون دونك قعدت نخمم هكا وهكا نروج إيلي قعد في مخي هكا يحوس قلت بوتيتغ ينجم يجي يحضر يعمل معنا كرونيك مي سي با لو اللي كل ديما معنا سي با سا فهمت قعد مخي يدور ونهار ماشي انا وصاحبتي باش قايد بنتها باش تقرا ترى نعرف صاحبتي راه هكا وهكا خاطر سلوى نعرفها من قبل عشره قديمه راه مش توا انا وسلوى في حنا بال من سنين مش من حنا بال سلوى من الكار الصفرة نقرانا فرد ليسي ومن الكار الصفرة مع بعضنا انا وبابا ربي يرحمه بابا الهيدي ربي يرحمه دونك عشره كبيره انا وسلوى اختا الميديا واختا هذا الكل دونك مشيت انا وصاحبتي على اساس تقيد ولدها فهمت دخلنا سيدي عاصي مثلا انا هما يحكيوا مع بعضهم وانا قاعده نغزل سلوى حتى سلوى تقولش بيها معناها تغزلي بالطريقه هذيك فهمت قلت لها دقيقه لازم نقص عليكم لحظه قتليش فما قلت لها مسير سامحني المراه قلت لها سلوى ستنتغيس با انك ترجع للميديا من عاش عليش تفوا عندي برنامج اسمه تقطيع وتريش انا اقول تقطيع وتريش قام تضحك طبعا يلزمها تقوم تضحك معناتها غابت 8 سنين باش ترجع تقطع وتريش ايش بي بعد دائره الضوء وبعد نشره الاخبار وبعد كيما توانسه الكل انت ما تقطعش بطريشي هدي شنو باش نقطع وريش نعمل عنوان انت ما تقطعش بطريشي باش نعمل عنوان اسمه تقطيع وتريش انت تقطع وتريش ولا باش نعمل عنوان اسمه تقطيع وتريش استناني انت تقطع وتريش ولا باش نعمل عنوان اسمه تقطيع وتريش فاش يقلق معناها اسم تقطيع وتريش به نرجع نجلة من فنانة نجلة من عمناول كانت عندي ان ايدي دو بروغرام كيف كلمت نجلة قلت لها نجلة كان نعمل بروغرام اسكو ستانتريس تكون معايا ولا خاطر نحبها نجلة اللي قال اي الميم معناها نحب نجلة خاطر كيما هي مش كل الفنانات كالشقناصات وكل ريق الزيت تعرف البعض يطالب بناس بعالمة بمفكرة باش تعطي إضافة بطبيبة فيستفز وجود الفنان انت في التقطيع وتريش تستحق عالمة
تستحق طبيب، نستحق عالم اجتماع، نستحق طبيب نفسي، تستحق تعطي ريشه. اي 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 نستحق طبيب نفسي. لا هذاك عالم اجتماع اذا نقول لك تستحق هذوما باش يدرسوا لك ظاهره تقطيع وتريش. انا مانيش في بلاتو باش ندرس او ظواهر او ظواهر. لا يا صديقي انا في البلاتو مانيش قاعده باش ندرس ظاهره تقطيع وتريش. نقطع الرايش معناتها شنو؟ تحكي على حاجات صارت وتقطع الرايش فيهم؟ كيف نحكي في داركم انا عادي. التلفزه ماهيش دارنا يا داري. اي ما بضوابط داري ونعمل فيها اللي نحب ونجيب فيها اللي نحب. اوكي انت يا لا مانيش اوكي. التلفزه مسؤوليه في دارك، حتى حد ما عنده الحق يحاسبك. التلفزه عندنا الحق نحاسبوك. حاسبني ولا في داري شبي؟ اي اي في دارك، حتى مملكتك، حتى تلبس اللي ما ينلبس في دارك. التلفزه لا واحد ينجم يكلمك. نقول لك حاجه، التلفزه مملكتي، تقطيع وتريش مملكتي، نلبس فيها اللي نحب، نقول فيها اللي نحب، نجيب فيها اللي نحب، ونحكي فيها اللي نحب. الله الله ولا الله أحد الله. يحاسبوني لا نحاسبوك، لا نحاسبوك طبعا، نحاسبوك طبعا، نحاسبوك. هذا اسمه استفزاز، استفزاز للناس. شكو متغشش؟ مشكين وصوتك عليه شوية. لا 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 صوتي معلش حسيته منعش. لا صوتي وطاع خطر. أنا حسيتك تشنجت. أنا كنت تغشش صوتي، وانتي صوتي يخف يخفت ما يطلعش. وانت هكذا أوسم، هكذا أوسم. تقطيع وتريش عنوان فيه إثارة هلا. الكلمة فيها نوع من الاستفزاز للناس. كلمة زقاقية. علاش في بالك علاش فيها استفزاز للناس؟ خاطر الناس ما تحبش رويحها، ما تحبش تواجه رويحها. ما هيش متصالحة مع رويحها. وتريش. يا سيدي أنا نقطع الرئيس. مهمة الإعلام راهو إنه يرتقي، مش يهبط للمجتمع. علاش يهبط؟ وعلاش تهبط؟ هذا النوع من الهبوط. شو الوظيفة اللي باش تعملها تقطع وتريش؟ معناها واحد كي يغزر روحه للمراية معناها يتسمى يهبط؟ الناس اللي تقطع وتريش هي ناس ما عندهاش وقت. كيفي أنا وكيفك أنت؟ الناس ناس ما عندها ناس ما عندها ما تعمل. لا ليس بفريق. ناس ما عندها ما تعمل. صحيح مصحيح. ناس فارغة. مصحيح. ناس ما عندها حتى هدف. نقول لك حاجة، أكثر ناس عندها هدف ومخ مليان ومخ معبي وقتها الكل محصور، أكثر ناس قطعت وتريش. عجبني مقال الزميلة لبنى الحرباوي، وهي زميلة صحفية، كتبت مقال على التقطيع وتريش. نعم شفتوش؟ بعثولي. توني بعثولك. قولوا هنا بعثولك، نقرأ لك جزء منه. أيوه بعثولي، خاطر نستحقه. يقال أنه التقطيع وتريش اكتسب اسمه من حلقات العجائز قديما التي يجتمعنا كل ليلة لتحضير النواصر والحلال من المقطعة والمريشة من الفارينة، المادة المتوفرة خصيصا لتغذية أبناء الأحياء الشعبية والزولة من البؤساء، وفي قعدتهن يستحضرن كل ما يمر بخاطرهن الحديث عن فضائله أو مساوئه. أي ذاك هو شنو؟ عنا الحلال وعنا المحمص وعنا الجلبين وعنا الفول. ما عندها هذه تفاهة. ليش تفاهة؟ هذه تفاهة. ما تاكلهمش؟ ناكلهم، اما هو حديث ما اشخاص بسطاء. ايش بيهم اشخاص بسطاء؟ ما عندهمش مستوى، ما عندهمش مستوى. غير التقطيع والتريش في مواضيع الناس. هاي هذي عملتها يا اخي العزيز متاعنا. انت العزيز متاعنا، ربي يفضلهم. انتم ماكمش عزيز، خلينا استنى. العزيز متاعنا وانتم مسؤولين. العزيز اللي تحكي عليهم غاديك، العزيز متاعنا ربي يفضلهم وربي يبارك لهم ومحليهم. معناها ما تحلى القاعده كان بيهم. اي ما هما ناس. انا ما تلقاني عامله جو شيخه كي نقعد حدا من ميتي. هذوما ناس بسطاء. وتحكي لي عليهم بسطاء. هذوما ناس بسطاء ما عندهمش وقت، حتى مستوى التعليم نتاعهم وهم يعانيوا من فراغ. ما عندهمش ما يخدموا. نقول لك ما عندهمش ما يخدموا. معناها جدتك وجدتي بسيطه وما عندها ما تعمل. بسيطه يودي يحشم. بسيطه طبعا. يحشم. بسيطه يسميهم في المشرق بنساء الفرن. يا هدي احشم. ويقال حديث نساء الفرن. يا هدي احشم. شو اللي فيه من قلتك؟ احشم يا هدي. انت احشم بدل العنوان. لا جدتي وجدتك بسيطه. هذا حديث بسيطه طبعا. بسيطه. لا نقول لك حاجه، البسطاء اللي تحكي عليهم انت عندهم برشا حكمه. احنا اليوم موجودين سي غراس ا او. معناها شفتك الامثله الشعبيه اللي يقولوهم من قبل، هكا زعيط ومعيط ومدرا شنيا، فيهم برشا حكم وفيهم برشا حاجات ما يلزمهاش تصير. لا محلاهم. فما امثله شعبيه تهز للهاويه. من نوع؟ ما نعرفش. بوس الكلب من فمه حتى اللي تقضي قضيتك منه، هذا مثل شعبي. سا اكزيست اما ما نتبناهش. وبرشا قاعدين يعملوا فيه. اي ميسالش. برشا قاعدين يبوسوا في الكلاب البشريه اللي عندنا من فيهمهم. باش يقضيوا حاجتهم. وين الوظيفة الإعلامية والخدمة اللي باش تقدموها للمجتمع سيدة هالة؟ تفرج فيها أخي، تحكي على حاجة ما شفتيش. لا ما هو من عنوان ومن كلامك عاد سيء وليت نعرف فما. أنت كي الآخرين من عنوان قاعدة شنيا ولغة بدلوا العنوان وعمل العنوان. طبعا بدلوا العنوان. فاش قام؟ فاش قام؟ والعنوان ما تحبش تجينا ما تجينيش، شكون قال لك يجينا؟ يا أخي أنا باش نجيكم أصلا. نحكي لك معناها، فاش متقلق أنت؟ شوف لما العالم
شرقي يعمل برامج حتى عمل اسمع العنوان كلام نواعم هو نسخة من The View المشهد إن ريق ذاك ما يعجبنيش هذا ريق ما يعجبنيش هذا ريق من اللي تعمل فيه شنو اللي تعمل فيه شنو إذا كان هذا ريق هذاك تونسي محليه لا عندنا زد كلاس تونسي محليه تونسي عندنا كلاس عندنا بالكلاس وعندنا تفريكة رمانة شوف عندنا تفريكة رمانة عندنا بلا مجاملة إيه شوف العناوين اللي عندنا عناوين باهية عن علاش نهبطوا لهالمستوى هذايا هو الاعلام غارق فك النقد وفك التفاهه ويتلام علينا كل شيء تجي هيله باش تزيد تغرق اكثر واكثر ليه ليه ما هما يقولوا خلي يقولوا او كان نعطي لهم حاجه باش يزيدوا يحكوا بها ال ال اي اي اش بك سكت ربع يحكي ربع السيفي ها فما برنامج جديد اسمه تقطيع وتريش وفيه لما تنسى اكثر ستيريوتيب من هكا ما فماش هو من عند ربي تقطيع التاريخ اللي هو لا أخلاقي وغير قانوني وعندها الحق نميمة تتسمع انت تتبنى معنا الموقف لو انا نقرأ لك باش تولي انت تسأل ايش اقعد هنا وكوالي يسأل ايش اقعد وتنقعد غادي خلصوني تنقعد غادي خلصنا انت به هو من عند ربي تقطيع هو لأخلاقي وغير قانوني متسمي عن سارة رغم أنه المتنمر لا جنس له وأحيانا في بلاس ما نصلحوا تصويرها لتنقص من قيمة المرأة نزيد نكرسوها من خلال عناوين برامج أصلا ما نجمش نطيحوا أكثر من هكا كونتينو ياسر تافه الحق هذا ياسر تافه علق يمكن لأنه نزل المستوى متاعه متاع العنوان متاعه يمكن لأنه نزل إلى مستنقع أنت فتحته هي سيناريست ما تعرفيش هي سيناريست وتحكي هكا ما تعرفيش لو ما تعرفيش تنقص من قيمتك هلا لي يزيد لي ينقص أما السيناريست تحكي باللغة ذي سمحني وين لغة منطقية هي مو سيناريست ما تفهم في السيناريوات والفازات والعفسوسات تحكي هكا نقولوا عفسوسات وتحكي هكا نقولوا عفسوسات ما فهم عفسوسات وفازيت وعفسوسات وتحكي هكا سي بيزار شوية كمان شو سي بيزار كان قالتها مرة أخرى أني عديتها جاوب الفكرة أما بالفكرة أما تقولها السيناريست جاوب الفكرة بالفكرة جاوب الفكرة بالفكرة ما نشوفش على حكيبنا عذومة معناتها نربط النساء بلاتوني سائب بتقطيع وتريش معناتها الفكرة هنا هي بعد سمعتها قالت كلكو بار قالت كنت بدلوا العنوان تونجي حذيكم احنا ما نبدلوش العنوان بس انت ما تجيش بحذين اصلا ايش قال ليش؟ ما انت ريت ما عندكش حتى روح رياضية ما عندك لو لو شكرت رياضية. البرنامج لا اصبحت الاعلامية الفذة والسيناريست الرائعة اي جا نقولك انا عندي اكتفاء ذاتي في البرنامج دونك مكتفية والحمد لله اي وتربط بالمرأة شفت ما انت تحب تزيد نظرة متاع المرأة اللي تقطع وتريش العجائز اللي يقطع ويريش ريق ايه موقف 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 وموقف جوست خاطر انت ما عندكش اليات للرد باش نكتفي بذلك ما نزيدش معاك ما نزيدش معاك ويمكن الهيكات تدخل لايقاف البرنامج او اجباركم على تغييره طبعا هكا تتحرص قاعد فاش نحرص فاش نحرص تحرص في الهيكات يا اخي الهيكات استنى فيانا تخدم معاهم الهيكات يا وسني الهيكات كيفك تخدم معاهم الهيكات استنى الهيكات استنى فيانا ايش تستنى فيانا هو عنوان نهائي ولا عنوان مؤقت هذاك هو العنوان هذا هو العنوان تقطيع وتريش مش للي تنسى للي تنسى ذيك حكايه اخرى للي تنسى ذيك ليله 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 فما سهريه مع ستة ونص نتاع العشيه للي تنسى سبيسيال لنسى سهره قدمها الفنانة نجحة جمال دونك لما بتعنسي ليش الرجال مرتاحين منهم تنفسون تهويوا شوية اخي عندك عقدة من الراجل ولا ليه معناها ساعات المرأة معناها تبدأ هكا في دم ماذا بيها تتهوى شوية مش لازم في جورتها كالراجل ويجري في جورتها ما فماش فرق راجل ولا مرأة معناها تنجم تكون مرأة ماذا بينا ساعات نحبوا نقعدوا مع رواحنا كوحدنا وحدنا نساوين صافي دونك هذه هي الستة ونص نتاع العشية مرحبا بكم يا اللي تنسي لأنه تحط للي تنسيت بين قوسين تقطيع وتريش شفت بعض بعض لي زافيش يا اخي حدا للي تنسيت قطع وتريش دونك هذاك هو للي تقطيع وتريش وخدمات اخرى سيت كوم خدموا لمين نهدي هكا اسمه اي اسمه تقطيع وتريش وخدمات اخرى ولا نعرفه ولهنا لانه العنوان نطلب زاد كذلك ما دام كنت تهدمت التحريض اي نطلب لهنا اداره التلفزه انها تشكي بيك باش تنحي لك العنوان لانه العنوان نتاع التلفزه التونسيه عمل لمين النهدي سنيا منى النوردين وامال بكوش ما نجموش يشكيو كان هو تقطيع وتريش وخدمات اخرى
يعني خذيت كان تقطيع وتريش يمكن هما مصابين ما نجموش يشكيو بيا تقطيع وتريش وتقطيع وتريش لا ما نجموش يشكيو بيا دونك امبوسيبل سي با فوزا ونص نور الدين شوشان به اش فكره كاش كنا تقطيع وتريش حق مقبله عندي برشا حاجات اي خاطر هو العنوان مستفز وين عملت مجهود باش نحاول نسنيك على رايك انت ظاهر فيك كما قلت انت باربو اعلاميا ما يحكم فيك حتى حد انت تعمل اللي تحب عليه بمنطق اشرب ولا طير قرنك هذاك اللي عندي نعمل اللي نحب نجيب اصحابي نعمل بهم اللي نحب واللي عجبوا عجبوا اللي عجب ما عجبوش ما يتفرش ما هو هذاك هو نتجاوز عندك الحق تحب تقول اخر على البرنامج وقتاش يتعدى ان شاء الله مانيش باش نكون كونكورونت نتاعك والحمد لله خاطر تو نا با انتري باش نكون كونكورونت نتاعك ابدا ابدا لا لا الحمد لله الحمد لله ان ندعي في ربي دونك سسغا لحد في الليل لحد في الليل لحد في الليل او بعد ما نلمو الدار وبعد ما نسيقو الدار وبعد ما نعملو حوسه في رواحنا وبعد ما نغسلو الصغيرات نعملو قاعده نتاع تغطيه وتريس باش تتناولوا كل المواضيع السياسيه كل شيء كل شيء باش يجوكم ضيوف ولا لا؟ اكيد ضيوف من النساء باش تبقى لمة النساء علاش ليه 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 ما قلت نساء في بعضنا ليه ليه لما ليه ليه هذيك الحافلة يا ولدي شبيك تخلط بعضك نعرف الحافلة متاع العشية هذيك متاع نساء أما هذيك القاعدة متاعنا تقطعوا تريش ليه ليه مخلطة وتجيبوا راجل تحطوا بحذاكم بيان سور تقعدوا تقطعوا تريشوا فيه فيه هو باش تخلصوا ضيوفكم أنا قلت لك أنا نخلص كهو ما نخلصش به اش بيك يا هيدي يتسمى جونوار هذا فرجو احكي احكي اش علي نوار يا ولدي هر احكي 8 ساعات يجوني مقالات تقعد سكت مقالات كتبت والله ساعات ما نجمش نقرا حتى مقال ما نقرا تيقرا برك هي تمشي ما نجمش نقرا شنو كلام خايب اي كلام خايب يا بوشينا جدا 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 ما تقراش ها نعرفك مستعده باش تقرا حتى لو كان سبين في على روحك هلا زويدي مثال في العهر الاعلامي ما به هيت قديمة زي شبيك تو اخي انت نورمال بعقلك شبيك بعد تو انا عطيتك معناتها في معناتها في بالي باش تشوف باش نقول لك التصويره هذه يلزمك تكسرها وفعلا نجحت باش تكسرها من خلال البرامج الاجتماعيه والقفه الى غير ذلك وحبيت قلت والله توجه جديد لهاله وتوجه الانساني واتاك وكل شيء ميم با نفرحوا شويه باش تعود لاصحاب هذه المقالات باش يبداوا يقولوا عليك شد انت تقرا العنوان ما يحكيوا على العهر كان اللي يمارسوا فيه تلقاه اللي يكتب يمارس العهر ما يجيش يا هاله على قواعده ما يجيش يا هاله شنو اخي انا قلت ما تقول اول حاجه ما عندكش الحق تقول ونعتذروا على الكلمه مديتها الورقه مديتها باش ما تقراهاش لانه أيوه فيها كلمة. انا استحيك ما تتقالش علاش تستحي ما تتقالش فما موجود العهر في البلاد موجود سيجلس على الاخر ما تتقالش علاش متقلق من الحكايه وهذا واللي السبب اللي يخليني ان نستخرج المقال هذايا ونعاود وجهك مديته علاش مديته باش نقول لك راه ارتقيت في فتره من الفترات لا انت ارتقيت وانت تنجم تعمل حاجات اخرى انت تنجم تعمل حاجات تفيد الناس انت تنجم وعملت ونجحت نقول لك حاجه اكثر برنامج في يفيد الناس هو تقطيع وتريس اكثر من القفه القفة ديك حكي أخرى معناها أكثر من القفة لا القفة حكي أخرى يا خيبة المسعى لا القفة نحكيو على يا خيبة المسعى إذا نقول لك القفة نحكيو على الناس زوي ولا اللي يعلم بهم كالربي ايه اللي مش لاقين يد تتمدلهم مش المجهود هذايا المجهود نتاع البرنامج هذايا شنو دخل هذا في هذا المجهود اللي باش تحطه هنا حطه غادي على الأقل هذاك يفيد المجتمع هذا ما يفيد حد شيء عندي مجهود محطوط في شانتي هذا ما يفيد حد شيء المجتمع عندي مجهود محطوط في شانتي أنا ومريومة وعندي مجهود محطوط في تغطية وتريس ريت ماني قلت لك عندي مجهود جبار قاعد نقسم فيه على اليمين وعلى اليسار حطه في الحاجات اللي تفيد المجتمع خصو شكون يحكي عرفتك لي زازاري عازب على مراكزي اما هلا انا مش حتى انا كان باش نضطر باش نهبط اما ما نلمسش القاعه كما تلمس انت يا هادي يسترك ما نلمسش يا هادي ما نلمسش معناتها انا مثلا كلمه يا هادي انت خليت الناس في الافلام راك خليت الناس حديث في الافلام اللي طلقت واللي عرست واللي ندرى شكون نشدوها مع ندرى شكون يا ولادي صلي على النبي في الحياه الخاصه الكل نتاع الخلق ربي مسيتها الطلاق وه. الطلاق ابغض الحلال حكيت في كل شيء حكيت في كل شيء حكيت في كل شيء فما مناطق ما نمسهاش عرفت انت عندك الشريطه فما مناطق تعرف انت ايش عندك شنو المناطق ما مسيتيهاش هلا تو انا جبتك استنى لحظه انا جبتك مسموح لي نحكي على حياتك الخاصه مثلا انا اليوم جبتك اي مسموح لي اليوم باش نحكي على حياتك الخاصه كان انا نرضى كان انا نعطيك مفتاح باش تحلي حياتي الخاصه اوكي جرأت. اما كان جرأت انا تو معي انا ما تعملهاش ومع غيرك ما نعملهاش لا مع غيري عملتها اللي فتح
اللي عطاك المفتاح خليت الباب واضح اللي عطاك مفتاح خليت الباب واضح اليوم واللي مسكر عليك الباب قاعد مسكر في الكواليس طلبت المفتاح tu n'oses même pas شفت كيف تتجرأ شفت كيفاش تفهم رقي نتاعي ياسر على الاخر شفت كيفاش شفت كيفاش تفهم الرقي نتاعي في بالك نحبك برشا والله نحبك برشا بالحق والله في بالكم يا سيدي انا وهدي صحاب في الدنيا على الاخر والله نعملوا تليفون هدي يعطيك صحه محلاها خدمتك يكلمني نكلموا بعضنا والله بالحق صحاب على الاخر هي علاش تحب تفرجوا على يتحول يولي مفترس وانت ما تتحولش وما توليش مستفزه لا هي انت مستفزه انا قال امام امام لا لا انت هذه الكل كركاسه عاملتها باش تخبي الانسان الباهيه اللي فيك ليلي والله شا. والله انت مكش باهيه نهب المحليني انت مكش باهيه انا الكلني محليني انت باهيه وانسانيه وكل شيء الكلني واللي وساعات الناس تاخذ عليك فكره خايبه وغالطه وانت تكرسها اللي يحب ياخذ فكره خايبه خليه ياخذها اللي يحب ياخذ فكره باهيه خليه ياخذها ما يقلقنيش في الدنيا هذه فما البوزيتيف وفما النيجاتيف ما يقلقنيش ما عندي حتى مشكله وعلاش ظهر النيجاتيف اللي فيك وعليش الدار وانت ما تقطعش في الدنيا وتريش برشا معناتها انت عاديه ماكش مريضه ماكش مهووسه ماكش مهووسه ونعرف انه وبالعكس وانت حنينه على الزوالي اما شفت الاخرى عملت ودمعتك قريبه شفت الاخرى عملت الاخرى شكون الاخرى الله يهديها والله فضيحه والله صدقني فضيحه لا ريت شفت تقول الاخرى علاش تلبس في ماسك ماهوش نتاعك مي بو قطع ورايش لا لا ماكش تقطع وتريش ماكش تقطع وتريش به ايواش وقتاش يبدا البرنامج اكتوبر ان شاء الله اكتوبر مي اكتوبر من 3 سومان 4 سومان اكتوبر ان شاء الله يكون سيد مع عيد ميلادي ان شاء الله عيد ميلادك القداش 31 اكتوبر القداش شنو القداش القداش تولي في العمر انا 15 15 بيان سور اوكي عندك التحفظ اللي ما نقولش عمري عندك التحفظ عندك فما فاتح ما نمدهم لك شيء اذا مفتاح العمر عاد باش تحب علاش تعمل بيه انت ليه معناتها اذا مفتاح العرس ومعرس اش حاجتك يا اخي انا نسال فيك ما حاجتيش ما يعنينيش انا سالتك باش نقول لك ان شاء الله يا ربي كل عام وانت حيه بخير قداش قداش من شمعه باش نطفيه برشا باش نجيب الشمع برشا برشا الديكور باش يكون ديكور معناتها منزل ديكور دار ولا ديكور استوديو دار في استوديو دار في الشجوع أنت كيما جاو اللي خدمته أصالة حاجة قريبة على الأخر التونسي معناها سيد تغي بروش نفصوا جلبينة باش نفصوا الفول نطيبوا اللوبيا باش نعملوا برش حاجة والفايدة متاع يعني فيها برشا تفصيص لميسيون أنت الفايدة متاع المتلقي أنت أنا علاش باش يلزمني نحل التلفزة باش نشوفك أو باش نختارك أنت بالذات شنية الفايدة برشا فوائد أهم فايدة تشوف روحك به روحي أنا نعرفها ليش شوف روحك روحك اللي تحشم أنك تشوفها تطلقها هنا فما ناس تحشم أني تشوف روحها ماذا بيها معناها ليه ها فهمت تتفرج أوكي أما ما تقولكش أنا هكيك تتفرج في روحها راهي إجابة متاع شعرك ليه مش شعر مش شعر فما ناس تحب تتفرج في روحها باش تكونوا برنامج فضائحي ليه جملة أبدا ها أنا ما نعملش الفضائح تحكي مش تحكي على الفضائح نجم نحكي ما نعملش الفضائح لا مش تحكي على نحكي على حاجات صارت اما هي. مش فضائح مش بطريقه اللي تحكي لو تطلع فضيحه لو تخرج فضيحه تنحكي فيها بطريقتنا الخاصه دونك انت ستساهمين في نشر الفضيحه لا سي با سا مش بطريقه اللي تحكي عليها لما نحكيو على الفضيحه فنحن ننشر الفضيحه لما نتحدث عن الفضيحه فانا انشر الفضيحه مش نحكي عليها بطريقتي اي دونك ستنشرين الفضيحه نحكي عليها نتولي مش فضيحه لا الفضيحه لما تحكي عليها انت تنشرين وتعرف عليا انت هذاك هو توكي نحكي عليه تتبدل هذاك هو به اقنعتهم من فيسا جميله وسلوى ونجله اللي فيسا ما كان عندهم حتى احتراز على المضمون اللي حطت رفلي حطت عاملين جو شيخين وقت يبدا البرنامج شفت تصاور تاع البرومو تاع البوندانوس دونك صورنا في سنتر دو كوافور صورنا في حمام صورنا في قهوة اش بيك عملت هكا اش بيك يا وليدي لبيه الصابك صورته في الحجامة وفي الحمام اي صورنا في سالون بتصوروا في مكتبة في مكتبة يقطعوا يريشوا تجبوش تصوروا في بلاصة معنتها كده ما صور في حمام ما زاد المكتبة مهمة
ما كتبغي قطعوا فيها ورايش و... في كل بلاصه راهو اللي قطع ورايش حتى في الكاري قطع ورايش. اكثر بلايص تاع تقطيع ورايش معروفين شنو هما. شفت النظره كما قالت رابعه معناتها النظره النمطيه الكلاسيكيه البدائيه للمراه في ايش نقول لك ايش كي يخموا في العبيد خلي يشوفوا في البوندونس ميسيلس ما تعرفش بعد ما تنجم تحكي اليوم الا ما تشوف البرنامج فيه ما تو خليه يحكي ميسيلس. ضيوفك من اهل الفن دي بخلطين وشنو ضيوفك باش تحاورهم نحكيو معاهم اي باش نحكيو معاهم مش نحاورهم باش نحكيو معاهم انت مش حوار صحفي لا مانيش انا باش نحكي معاهم كهول لا باش نحكيو معاهم باش نحكيو معناتها فدليك فماش عمق معناتها فماش عمق كلي على السلامه مرحبا كلي هانا سبونتاني هيا تقول مع السلامه شنو طيبت وشنو لبست البارح لا سي با سا مالا شنو وين العمق وين البحث وين المجهود الصحفي انا مانيش تافهه ما نعملش تفاهات لو التفاهة يلزمها صنبة في تونس ويلزمها إله في تونس ستكون هيلة ذوادي أنا لو يلزمنا نعمل للتفاهة صنبة ونعمل لها معبد لا 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 عمري نهار عملت تفاهات كيفاش؟ جامد لوفي جامد شاركت في التفاهات أبداً 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 وخلقت تفاهات أبداً الناس خمت في مخها اللي هما تفاهات أنت فرشت لهم وعبدت لهم الطريق لا صديقي أنا أموري واضحة أنا نقول أنا ما نقولش العيب أنا ما يخرجش من فمي العيب الناس تحب تفهم حكاية لا أخرى لا ما نحبش نرجع للماضي لا 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 نرجع للماضي عندي ماضي مشرف شنية عندي ماضي مشرف بيان سور مشرف طبعا مين والناس نايمين طبعا تقول عكس هذا نقول أحيانا أخي أنت بتوقف السيركولاسيون في البلاد يزيد شي تاو يخشنية على السيركولاسيون أسكت هيلا أسكت أسكت الوقت ينضج الوقت يخلي الانسان مخه يركز انت باقي ماشي في الطويل المخ الهضره الواحد حاضر الشيك حاضر شيك حاضر خلصوني نخلصوك في نفس الوقت عندها والله مجهود الناس توا حتى كي قلنا قالوا نخافوا هالبرنامج التافه بين ظفرين يفكك المجهود اللي باش تعمل على برنامج قيم لانه الناس القفه حبوه وتعلقوا به هو الرويج نتاعك انا نقول انه في جزء كبير من الحقاني أنا وجوهي الكل اللي نوري فيها ما عنديش وجه ما نوريهش وجهي الكل اللي قاعد يدور في التلفزة وهذاك وجهي متاعي أنا مش وجه حد أخرى هلا القفة علاش القفة ما يبقاش برنامج أسبوعي أنا شانتي القفة كبرت ولي شانتي القفة باش ترجع كأنه رمضان دونك القفة باش تنتهي علاش نهار 15 أكتوبر حاجة التونسي هاو شانتي ما عجبكش شانتي والقفة عندها شارم أنا قلت لك القفة كبرت ولي شانتي وأنا خليني نقول لك لأنه يوم في التلفزة استعملت باش عمل دي في الخير استشرتك وقلت لك الفكرة فكرتك نحب نتبناها وسيلوس اللي يتكلم وقال لي هلا هكا يرى وقلت لك لو عندك اعتراض نحترم الحرفية متاعك لو قلت لك لو عندك اعتراض أنا ما نعملوش قلت لي ليه ومستعدة حتى نجي أنا نشارك في البرنامج أنا ماذا بي في كل تلفزة فما قفة باش يعمل خير به أما اللي يوصل يعمل القفة كيفي هذيك حكاية أخرى حتى حد ما يوصل يعني. لا لا حتى حد كيفك انت حتى حد فما من الكعبه واحده اني قلت كعبه واحده كعبه واحده وقفه واحده هلا القفه علاش ما يتوصلش الناس راهو يقول لك الحاجه متواصله راهو احيانا قفه بسيطه تغير حياه عائله فهمتني هادي ولا احنا توا في توا عندنا فهمتك ما متفهمتكش لحظه عندنا تقطيع تريش وعندنا الشانتي وقلت لك القفه كبرت ولا شانتي دونك اللي اليوم اللي باش يمدوا شانتي اكثر برشا من اللي باش تمدوا القفه القفه باش ترجع في رمضان كي العاده وشانتي كل جمعه شانتي كل جمعه وباش تعمل مدارس باش تعمل مستشفيات ديار جار 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 الناس اللي يعني بهم كرابي شي تصورت جار لا اراك لا هو مكروه اكيد معناها من غير ما نحكي لك على الجار اللي ريتهم فهمت وذوكم لازمهم يتصلحوا هذوكم لازمهم يتريقلوا والديار هذوك قصص يمكن جزء من المأساة هي الدار برشا برشا من المأساة برشا برشا وإن شاء الله هلا ربي وفقك يعيشك مرسي ربي وفقك في الدار في الشانتي ربي وأقل دعاء بالتوفيق في التقطيع والتريش عليش أقل دعاء أقل دعاء هذا لو ما دخلتش الهيكا وقفت البرنامج تخدم خلي خلصوا فيك برب قد الشكل بيش تخلص قد الشكل بيش تاخذوا تو بيش تخلص قد في نفس قيمة الشكل بيش تاخذوا تو
نفس قيمة الشيء. نشكرك برشا هيلة، يعطيك الصحة وللي تنسى ما فيها بيس مادام عرض ثقافي وفن. ليلة ليلة حفلة حفلة خاصة بنسي، حفلة حفلة الفنانة ناجحة جمال، لما متاع سي قاعدة متاع سي نقول بلاصة مسيرش في قاعة أميرة في أريانا من 6:30 لـ 9:30، وما تنساش باش توصي رجلها يجي يروح بها 9:30. واضح.